100% سمح، فكيف نوضح حقيقة هذا الأمر؟ توضيح ذلك واضح جلي من خلال التاريخ، ومن خلال رسائل النبي عليه الصلاة والسلام الملوك والرؤساء، ومن خلال الحروب النظيفة، لأن حروبنا للأسف الشديد في تاريخنا ليست كلها نظيفة، وليست كلها تعتمد، وليست كلها هي صورة لما أمر الله تعالى في الإسلام. يعني لما أتكلم مثلا عن الحروب في العدد، خاصة بعد عهد النبي، بعد عهد النبي عليه الصلاة والسلام، أنا أتكلم عن التاريخ النظيف. نعم. تاريخنا النظيف، تاريخنا النظيف، وخاصة تاريخنا في عهد الخلافة الراشدة، الخلافة الراشدة التي زكاها النبي عليه الصلاة والسلام ولم يزكي أي حقبة بعدها، فقال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين بعدي عضوا عليها بالنواجذ. أقول إني النبي عليه الصلاة والسلام في رسائله إلى الملوك والرؤساء سنة 7 هجريا بعث برسالة إلى المقوقس عظيم القبط، وبعث برسالة إلى كسرى، وبعث برسالة إلى هرقل، وبعث رسالة إلى النجاشي ملك الحبشة، لم يكن فيها تهديد للتوسع، إنما كانت الرسائل واضحة أن الإسلام ليس دين توسع، وليس دين مادة، وليس دين استكمال دولة، وليس دين ضم أراضي إلى أراضي المسلمين، وإنما الإسلام يريد من الإنسان شيئا واحدا هو الهداية. ولذلك يقول له إيه؟ السلام على من اتبع الهدى، أسلم تسلم. بالمناسبة أسلم تسلم هذا ليس تهديدا، أسلم تسلم تسلم من الشرك، وتسلم من الضلال، وتسلم من الغي، وتسلم من الظلم لنفسك، وتسلم من الظلم لشعبك. أسلم تسلم، أسلم يؤتيك الله أجرك مرتين، أجرك وأجر الناس اللي معاك. فإن أبيت يقوم في 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 وإحنا قلنا قبل كده في توقفنا عند الرسالة الخاصة بالمقوقس عظيم القبط في مصر. نعم. إن سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام كان يعلم تاريخ المصريين، ويعلم أديانة المصريين، ويعلم إن فيه راهب مصري قديم في الصعيد مصر اسمه أريوس، فقول فإن أبيت فإنما عليك إثم الأريسيين. الأريسيين نسبة إلى أريوس، وهذا كان راهب قبطي في صعيد مصر، دعا إلى التوحيد وقاوم التثليث وقاوم هذه العقيدة التي انتشرت فيما بعد. فالشاهد هنا إيه؟ بيقول له ان احنا بينا قاسم مشترك هو هداية الانسان، هداية الانسان. نعم. هداية الانسان الى العقيد. فالفتوحات الاسلامية بتقول له ايه؟ بيقول له والله خد القرآن ده وخد الاسلام اعرضه على شعبك، نحن لا نريد منك لا ارض ولا فلوس ولا مال ولا غير ذلك، انما فقط نريد منك ان تأخذ هذا القرآن، او تسمح للقراء، او تسمح للناس يقرأ الناس القرآن. هنا بقى من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، وإلا إن لم يقتنع بهذا، وإلا فالقتل أو المقاتلة. هنا بقى يأتي دور السيف بعد إيه؟ بعد ما الدعوة إلى الله والسماح للمسلمين بأنه يعرضوا الإسلام على الشعوب. عرض الإسلام على الشعوب، بالمناسبة عرض الإسلام على الشعوب هو يعتبر حق لكل إنسان. نعم. لأن إحنا أمرنا أن نبلغ هذا الكتاب إلى العالمين كل أجمعين، قال سبحانه وتعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فيجي واحد مثلا زي كسرى يمزق الكتاب وياخد المصحف يقطعه. فهنا بقى تأتي الدور الحربي، ليس مقصود به الشعوب وليس به المؤسسات المدنية، إنما كسرى هذا الذي مزق القرآن ومزق الحق ومنع الناس من عقيدة ومنع الحق أن يصل إلى الناس، وبعد كده يعرض القرآن على الناس بأمانة، هنا من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر.